السلام بنات، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتفرجوا في هذا لا فيديو جديد ديالي، عارفه راسي غبرت عليكم وانا جيت نطلع لكم بهذا لا فيديو الخفيفه الظريفه، ما غاديش تكون طويله وما غاديش نطول عليكم. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي كطولي لي فيديو، لا راني ما كنطولهمش. الا شفتوا لا بلوبار ديال لي فيديو ديالي كيكون فيهم 3 4 دقائق ماكسيموم، الا طولت فيهم كتكون فيهم 6 دقائق، سورتو ديال سكين كير. دونك انا جيت باش نقول لكم على هاد ستوب بوتان ديال نوفيكسبير. دونك هاد نوفيكسبير سي اون مارك اللي معروفه، سورتو دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكنت ديجا حطيت لكم لو جيل نيتويان ديالها اللي كنستعمل واللي باقا كنستعمل. وهادي سي لا ميم غام ديالو، هاد العيبه اللي تنقول لها انايا تنقول لها السيروم السحري، بحال ان سيغون، بحال حتى هويا تيجي بحال الماء. انا غادي نوريكم كيفاش تيجي. دونك ها هويا لامبالاج ديالو، ها هو كيفاش كيجي. دونك هاد لو سيروم هذا شنو هو؟ مكتوب فيها هو ستوب بوتون اكسبريس، اللي على باز دو زانغ، بحال لو جين نيتوايان. اللي ما باقي ما شافش الفيديو القديمه ديال الجين نيتوايان يدخل يشوفها باش يفهم اكزاكتومون علاش كندوي. دونك هاد لو ستوب بوتون اكسبريس سي ان سيروم اللي تي تابليكا 3 فوا بار جور، ولا انتي وعلى حساب على حساب ديسپونيبيليتي ديالك. اللي كي بحال دابا انا كنستعملو مره في النهار. علاش؟ على هذوك لي بوطون ما تنستعملوش على الوجه كامل، كنستعملو على هذوك لي بوطون اللي تيكونوا خارج ليا. دونك اي بوطون كندير عليها هذاك لو سيروم كندورو عليها. انا نوريكم كيفاش تيجي. دونك من تي كتحطي على هذيك الحبوبه، هذيك الحبوبه ابخي دو فوا ديال الاستعمال كتبدا تتكرم. شفتوا كيفاش تيجي؟ تيجي هكذا. دونك انت كتحتاج تابليكي، انت كتابليكي ديريكتومون على الحبه باش تكون زعما ليفيكاسيتي. الوغ بالنسبه كيف قلت لكم طريقه الاستعمال هي مرات لثلاثه المرات في النهار، و تيفيتيو الكونتور دي زيو. الا نات لكم شي حبوبه حدا الكونتور دي زيو ايفيتيو انكم ديروها، من الاحسن انكم ما ديروهاش. دونك كيف ما قلت لكم اللي ما عارفش الفوائد ديال الزنك، الزنك عنده واحد الفوائد عديده على لو كور ديالنا، سواء دي كومبريمي كناكلوهم، سواء هادوك لي جيلول، سواء دي كريم، ولا هكا دي سيروم على باز دو زنك. الزنك شنو كي شكونو كيدير لينا باردون، كي خلي لينا لا بو ديالنا فيها هذيك ليكلا، وميم هذاك ليكسيد سيبوم حتى هو كتحيدو لنا وما كيبقاش. حيت هو سي ان انتي اوكسيدان، دونك كيحاول انه يعالج لينا هادوك لي زامبيرفيكسيون اللي عندنا في الوجه. يعني اي حب شباب، نمش، ولا شي حاجه بحال هكذا كيحاول انه يقلل منها. دونك فوالا. دونك انا تقريبا استعملته دابا شي 6 موا وانا كنستعملو. وهادي راه واخا تتبان لكم صغيره ولكن راه تدي لكم، حتى بيان سور كيف قلت لكم راه ما تديروهاش على الوجه كامل، راه تديروها على داك الحبوب. وبيان سور راه ما كدي فوالا، هي فيها 6 مليليتر والوفرتور ديالها 6 شهور. سمحوا لي انا تقريبا دابا ماشي 6 شهور مي 5 موا. دونك حيت ديك المره جيت قلبت الورقه شفت لقيت بلي 5 موا، و دونك انايا 6 موا صافي، واخا غتكون باقي فيها ولكن غادي اللوحه حيت هادشي اللي دايرين. دونك فوالا بالنسبه للثمن ديالها، الثمن هو تقريبا خديتها بواحد 150 درهم. هي صراحه غاليه ولكن صراحه تتنفع. واش غنعاود نشريها؟ بوتيتر نعاود نشريها. واش كاين ليكيفالون ديالها في السوق؟ مازال ما قلبتش صراحه باش نشوف واش كاين شي ايكيفالون ديالها اللي يقدر يدير نفس الفعاليه ويكون ناقص الثمن. فوالا هادي هي الفيديو، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، انكم استفدتوا معايا. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك الا عجبكم الفيديو، تبارطاجيوه مع صحابكم، وتابوناو لاشين لما كنتو مازال ما تابونيتوش.